لو رجعنا قبل العركة دي بخمس دقايق بس هنلاقي أكبر معركة للقضاء على البشرية بين أعظم ست أوبئة على مدار 100 سنة اللي فاتوا. طب على فكرة بقى، أنا بخليه عنده إسهال وبيرجع وبنشف بقه وقلبه بيدق جامد قوي وبوطي ضغطه. يا كوكو بتخليه يرجع. ترانكيلو ترانكيلو، اتعلمي من الأكبر، أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. هو جهاز التنفسي، أنا هقضي عليه هيخلص عليه بقى على طول. أنا بخليه كح ومش عارف يتكلم ولا حتى ياخد نفس. خليكم انتوا كده ماسكين حتة حتة في جسمه، أنا هكسرله جسمه كله على حبة صداع وحمى وهيفصل بعدها على طول. شايفين بقى الرجالة اللي انتوا بتعملوه ده؟ يا عم انت هو يا جامد تنين، أنا بقى بعمل زيه وأصعب منه جدا وأقدر أجيبه دي في التنفس. خركنه انتوا على جنب بقى. يابا عندي بقى كل اللي قلبك يحبه، كحة تلاقي، صعوبة في التنفس تلاقي، حمى تلاقي، لا ثواني، ضصدع تلاقي، رشحة تلاقي، توعك تلاقي، ألم في العضلات تلاقي. حد ليه شوق في حاجة تاني؟ ده اللي اسمه ألم بجد، وضيف عليهم رعشة وعين حمرة وكده أحلى تركيبة قضاء على البشرية. أدي كنت تعذبوه أسابيع وأنا أساسا بخلص منه في ساعات. دول متفاجئين، دول لو عارف أنا بعمل ده كله هيموتوا. ويا فرحة بعد ما تموتيه في ساعات، مين هيخليكي تنتشري؟ اسمعي بقى وتعلمي. بص يا ستي، هما كانوا شوية قبائل، أكتر حاجة عندهم الجمال، فأنا هجيلهم منين؟ هجيلهم منها طبعا. وبعدين أنا هجيب اتنين وكل اتنين يجيبوا اتنين. بلس وان، هو يعدين الجمل وأنا عدين الطيور ونكمل الوصل. وأنا أجيبه من الخنازير وأنشره بين البشر. وكل واحد هيتنفس هيعدي غيره. كل ما يلمس سطح ويلمس غيره هيتعدي، وكده هنبقى قضينا على البشرية كلها. لا I'm so sorry، انا strong independent، مش محتاجة حد عشان اعديه، انا اروح له بنفسي. مش فاهم يعني ايه اللطيف، انا بعمل كل ده يعني ايه ده ايه ده؟ بس سكو، انا عديت بتاع 600 شخص وقتلتلي بتاع 350 واحد. ايه هنعلي على بعض بقى ولا ايه؟ ايه بس هنعلي الحوار. لا ما تعليش يعني، لو هتعلي احنا كمان هنعلي معاك يعني. ايه بس ارقامك كام يعني؟ لا انا ارقامي كتير واكتر منك بكتير يعني، انا جيت لي 8000 وقتلت منهم 800. انا كمان طبت 2500 على فكرة وقتلت 900 واحد. اوعى ايديكوا، اوباء معدلات وفيات اقل من 1000، انا موتت 12000 ونص. اصلا البقاء للاقوى، ده نفس انا جيت ل 4 مليون وقتلت منهم 940000 ولسه مكملة. ما تتعلموا مني بقى. ايه يا جماعه شويه الفكه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، سيبكم الارقام خلينا في النسب. عارفين سكان الكوكب دول كلهم؟ انا بقى جيت لهم تلتهم اللي هم كانوا حوالي 500 مليون واحد كده، مات منهم من 20 ل 50، هم من كتر ما ماتوا مش عارفين يعدوا حتى. فيروس كورونا المستجد، 4 مليون اصابه، 300 الف وفاه. زي ما شفنا كوفيد 19 ما كانش اول ويمكن مش اخر وباء يعدي على البشريه. في شروط كتير علشان نحكم على احداث زي كده بانها ديزاسترز، ان مثلا عدد الوفيات يكون 10 اشخاص او اكتر، عدد الاصابات يكون 100 شخص او اكتر، اعلان حاله الطوارئ في البلد وطلب مساعدات دوليه. وبالنظر لمعدلات كورونا المستجده لحد يوم 2025 فهي مستوفيه كل الشروط دي على مستوى العالم. وده يخلينا نيجي للديزاستر مانجمنت بروسيس اللي بتوضح مراحل الاستعداد والمواجهه لكوارث زي دي. والديزاستر مانجمنت بروسيس دي بتبدا بالميتيجيشن، ودي اجراءات علشان تمنع او تقلل احتماليه حدوث الكارثه نفسها. وبعدين البريبريشن، ودي بتركز على تجهيز المعدات والاستراتيجيز علشان نقلل الامباكت او التاثير اللي هيحصل نتيجه حدوث الديزاستر ده. بعد كده ريسبونس، ودي بتبقى الاجراءات اللي بتتاخد اثناء وقوع الكارثه وبعدها مباشره لضمان تقليل اثرها والدعم المتضررين فورا. اما الريكفري فيس او مرحله التعافي، دي بتبقى بعد انحسار او الانتهاء من التهديد ده، والهدف منها هو الحياة ترجع لوضعها الطبيعي قبل ما ديزاستر دي كانت تحصل في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لكورونا فيروس فإحنا عدينا مرحلة البريبريشن والميتيجيشن. لما نبص على الأوبئة اللي قبل كده كان في أوبئة ليها نفس الأعراض وبتنتقل بنفس الطريقة، لكن المفروض يخلي عندنا استعداد للنوع ده من الأوبئة، بس للأسف ده ما حصلش. الدول الكبرى تجنبت مواجهة الوباء في بدايته وكمان استنكرته، وده ما ساعدناش في الوضع الحالي. وحاليا إحنا في مرحلة ريسبونس، إزاي إحنا نتصدى لوباء زي ده؟ الريسبونس بيختلف من بانديميك للتاني. في اوبئة زي كوليرا الحل بتاعها كان في وجود فاكسينز، بس في اوبئة تانية زي السبانيش فلو والسارس ما كانش في حل غير عزل المصابين عشان يقللوا عدد الاصابات. بالنسبة لكوفيد 19 فحتى الان الوضع اشبه باللي حصل في وقت السارس والسبانيش فلو، عشان كده مهم قوي نلتزم بتعليمات وزارة الصحة ونقعد في البيت، ولو في ضرورة للنزول فما ننساش نتبع الاجراءات الوقائية اللازمة.
stay home, stay safe.